لك انا شو جابني لهون؟ يضرب جان ومرضه. لك انت شو عم تعملي بهالوقت بهيك مكان ولك فتون؟ ما كان ناقصك غير مصايب ومرض جان تيكين. تليفونك مانو هون. اف، ما حدا غيرك بيعصى بمخزن الحطب ست فتون، ما حدا غيرك انت. جان، شو بدي اعمل بحالي هلا؟ بتعربش على السقف. ايه ما بوصل. رح جرب سوقه لهاد، اذا بتفش الباب فيه اكيد بيفتح. أكيد فيك تسوقي لأنك بطلة فتون. يلا رفيف، يلا يلا. شكرا لك دكتور، عزفتك معي. شكرا، بس لازم تاخذ الأدوية بشكل منتظم. حضرتك ما تحمل هم شي نهائيا. والله والله أنا رح أنفذ كلام حضرتك كله بالحرف الواحد. المهم إنه حضرتك يعني تمشي وتروح على شغلك. كيف بيوقفوا لهاد يا ترى؟ تعال شو هاد؟ يا رفيف يا رفيف، بعدو هيك. لك على مهلك، ارجع على دراتي. شو لورا صدق؟ شو عم تعملي انت؟ لك تعسي على الفرن. ما بعرف وينه. تعسي تعسي بسرعه. لك انت شو عم تعملي فتون؟ تعالي يا الله، نزلي تحت، خوفتيني عليكي. طمنيني انت منيحه.